على جدران هذه الكهوف الصخرية رسوم بدائية خطتها أيدي فنانين في حقبة ما قبل التاريخ. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة تصفها بأنها ذات قيمة عالمية استثنائية. آلاف اللوحات التي رسمت ونحتت على صخور الكهوف قبل نحو 14,000 سنة أكسب جبال أكاكوس في جنوب غرب ليبيا شهرة كبيرة في مختلف أنحاء العالم. وتسجل تلك الرسوم البدائية تطور المجموعات الحيوانية والنباتية على مدار آلاف الأعوام. هذه الآثار ربما تثبت أن المكان لم يكن على الدوام صحراويا غير مأهول. كانت هناك طيارات شارتر تأتي من فرنسا إلى مطار غات يعني. فكان العديد من السواح الفرنسيس والطليان. لكن كثيرا من تلك الرسوم طالتها أيدي العبث والتخريب، وضاعت معها معظم الآمال في عودة السائحين إلى المنطقة. وذكر مسؤولون من وزارة السياحة الليبية في غات أقرب بلدة كبيرة قرب الجبل أن طمس الرسوم الموجودة على جدران الكهوف بدأ في عام 2009، وحينها تعمد موظف سابق في شركة سياحية أجنبية تخريب العديد منها برشها بالطلاء بعد إقالته من العمل. التخريب أضحى أكثر خطورة منذ الانتفاضة التي أطاحت بنظام الحكم السابق في ليبيا. السياحة كانت المنطقة معتمدة عليها 80% بالنسبة للشباب. السواح يتراوح عددهم بين 10,000 إلى 15,000 في الموسم الواحد، هذا أقل تقدير. ومع توقف السياحة وارتفاع البطالة باتت جبال أكاكوس مرتعا للرعاة والصيادين الذين يقتلون أعدادا كبيرة من الحيوانات البرية في المنطقة التي من المفترض أن تكون معلما سياحيا عالميا.